اهلا بكم من جديد مع انا والطبيب، وفقره مميزه جدا مع قيمه وقمر العلبيه موجود النهارده معانا. والفقرات والايام اللي فاتت جابت فيدباك عالي جدا، لدرجه ان بقى يطلب مننا ان احنا نتكلم معاه في مواضيع معينه. منهم الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده وهو الاعوجاج العمود الفقري. هل اعوجاج العمود الفقري بيكون مثلا عيب خلقي الطفل مولود بيه، ولا ممكن يكون مش ظاهر ويبتدي يظهر تدريجيا في وقت الشباب، او ممكن يكون ناتج عن حادثه لا قدر الله؟ ممكن نكون احنا عارفين حاجات كتيره او معلومات كتيره، ولكن ممكن يكون في منها الصح وممكن يكون في منها الغلط. كمان اورام العمود الفقري، هل في طفره كبيره في عالم علاج الاورام دي بالمناظير؟ ويا ترى ايه اللي بيتم في علاج اورام العمود الفقري، وايه اللي بيتم كمان في الاعوجاج بصوره صحيحه؟ لان بنبقى عارفين ان الموضوع بيترتب عليه حاجات كتيره قوي متعبه، سواء بقى المشي المعوجه، سواء مثلا مشاكل طبعا بتحصل اكيد في الركبه، او مشاكل بتحصل في حاجات تانية. ده اللي هنعرفه النهارده من ضيف فقرتنا. خلينا ناخد المعلومه العلميه منه، وخليني ارحب بيه دكتور باهر مدحت لبيب، دكتوره جراحه ومناظير المخ والاعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبيه ومناظير الاعصاب الطرفيه، كليه الطب جامعه اسكندريه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا اسكندراني. منورنا. بنور حضرتك. الناس بقى من الفقرات اللي فاتت خلاص هي اللي بقت بتطلب حضرتك، يعني او مش حضرتك تتكلم فيه، احنا نتكلم مع حضرتك كده اصح. ميرسي. ربنا منورنا كالعاده، ومعلوماتك مميزه ومحددة، يعني أنا باخد منك المعلومة بدقة وده اللي بيعجب المشاهد. لو عايزين نتكلم عن اعوجاج العمود الفقري، لو هنقوله مثلا ده ممكن يجي لمين أو بيجي إمتى؟ هو في أنواع كتيرة جدا من أنواع اعوجاج العمود الفقري، من أول إن واحد يتولد بيه، واحد يبان في سن الطفل، واحد يبان في سن الأدوليسنس وهو في سن وهو الشباب. في انواع ليها اسباب، في انواع ملهاش سبب، في ناس عندها عيب خلقي مثلا في فقره تكوينها مش صح فشكلها بيخلي العمود الفقري يبقى معوج. في اسباب تانية مثلا مع الناس اللي سنها بيكبر خالص يبدا العمود الفقري يبقى فيه مثلا هشاشه، في الحوادث مثلا اي حادثه او اي حاجه تبدا الفقره شكلها يتغير، يبدا المريض يبقى سواء ظهره عنده زي اتب او يعني في انواع كتيره قوي، منها العيان يبقى ظهره مثلا زي حرف اس، او يبقى ظهره فيه اتب. يعني في الكيفوزس وفي السكوليوزس وفي الاثنين مع بعض اللي هو كيفوسكوليوزس في نفس الواحد. لو الموضوع مش مورث او هو مش عيب خلقي، بيبتدي يظهر ازاي؟ يعني بنلاقي شباب كده مره واحده في جامعه، يعني يبتدي بقى كتفي يكون اقل، يعني اعلى وكتف اقل، فعلى طول نتوجه ان ده اعوجاج العمود فقري؟ يعني هو دايما المريض بيشوف الدكتور الاول، مثلا سواء العمود الفقري مثلا عظام او جراحه اعصاب، بيبدا مثلا يعمل اشعه بيشوف مثلا ايه مشكلته، مشيته، كتفه، الحوض، المفاصل، يعني في كذا حاجه بتبقى وجع في ظهره، نفسه. يعني طبعا الحاجات دي ساعات في ناس حد ياخد باله مثلا هو بيغير هدومه، بعد كده بيبدا بقى يتوجه يعمل اشعات، وفي حاجات منها بتمشي بادويه ومش ادويه، يعني علاج طبيعي، تمارين سباحه، حاجات تقوي عضلات الظهر، او في جزء تاني طبعا بتبقى زاويه الاعوجاج كبيره وبيحتاجوا تدخل جراحي. طيب حلو قوي، بس احنا نطمن الناس، معلومه حضرتك قلتها مهمه قوي، اللي هو مش لازم على طول جراحه، مش دايما. يعني في ناس ممكن حضرتك تشخص على حسب التشخيص الصحيح، اللي هي احنا ممكن نتوجه لدكتور علاج طبيعي مع لعب رياضه. طيب هل النسب بتنجح كام في الميه لو احنا ماشيين على الطريقه دي للي يناسبه برضو؟ يعني طبعا هي ما فيش نسبه معينه، بس مثلا المريض اللي عنده زاويه الاعوجاج اقل من 30 ده بيمشي في الاتجاه بتاع العلاج الطبيعي، تمارين سباحه، يلعب عقله، حاجات زي كده، وبيتابع يعني كل افري ناو ذن، كل فتره بيرجع يعمل اشعاعات تاني على العمود الفقري كله، بتبين بقى هل هو ماشي في اتجاه ان هو ثابت بيقل او بيزيد. يعني لو طبعا بيزيد والاعوجاج بيضطر يعمل عمليه، لو بيقل او ثابت بيفضل ممكن يمشي
بالعلاج الطبيعي. طيب تشخيص الاعوجاج اللي هو العمود الفقري ممكن يكون زياده او اقل على حسب شكل الاعوجاج؟ يعني مثلا يكون في اعوجاج قوي قوي ولا؟ يعني ده بيتم على اساس ايه التشخيص الصح؟ هو كده كده المريض بيعمل اشعاعات، كل مريض بقى ومفيش واحد زي التاني. يعني ممكن واحد يبقى الزاويه عنده حاجه و40، واحد عنده 50، واحد عنده 60. طب ايه رايك نشرح اكتر عن الصور اللي ده مثلا ده اكزامبل، ده مثلا العيان كان اتخبط وبعدين كان عمل عمليه وبعدين ركب شرايح ومسامير وبعدين شالها وعنده فقره كانت مكسوره وبعدين ظهره بقى عامل زي في قتب. بس ده كان ناتج مع حضرتك؟ يعني ده كان مريض عند حضرتك كان ناتج عن طريق حادثه؟ ده جالي بعد ما كان عمل عمليه وراح شال شرايح ومسامير وبعدين ظهره ابتدى يقتب اكتر وابتدت المشيه تتقل عنده. فمنظر الاشعاعات زي ما حضرتك شايفه فقره خلت العمود الفقري عامل زي اللي عنده قتب جامد مش مستقيم. وبعدين ابتدى ياثر على المشي، باين حتى العين واقف بجنبه، باين ان ظهره مش مفرود، يعني عنده قتب بارز بالظبط. بالظبط. فده طبعا بيتعمل له عمليه، بيتركب له شرايح ومسامير وبنستأصل جزء من الفقره دي او الفقره يعني، ونركب مكانها زي دعامه او زي حاجه زي فقره صناعيه زي ما باين عند حضرتك كده. الظهر باين ان هو فرد طبعا، واستأصلنا جزء من الفقره وركبنا الدعامه وبعدين بقى بنتابعه بنتأكد لحد ما العظم يلحم. زي فكره اللي عنده عظم مكسور في الاخر، الفكره ان العظم يلحم في بعض. طيب معانا حالة تانية كمان هنشوفها. متهيألي دي قوية قوي. دي عندها اعوجاج، دي عايزة ظهرها زي ما حضرتك شايفة زي حرف اس، هو جاي الظهر جاي يمين معوج جدا فعلا. وكمان مشكلة كمان ان الاعوجاج ده بقى بزاويته عالية بيأثر على النفس. النفس يعني وايه تاني بقى؟ على وظائف الرئة، يعني وظائف الرئة طبعا، لان الريب كيج القفص الصدري جواه الرئتين فبيبدأ يأثر على النفس. فطبعا لما بتعملي العمليه بيبدا يتحسن وظيفه النفس مع الوقت زي ما حضرتك شايفه. بالظبط. يعني مثلا ده بيركب شرايح ومسامير والمفروض يعني هو الظهر بيتعدل تو ده ماكسيمم يعني لاقصى درجه، بحيث برضو انك بتقدر تحافظ على النخاع الشوكي وهو ماشي جوه القناه الشوكيه انه ما يحصلش شلل. دي بقى حاجه ثالثه معانا. انا متهيألي كل الحالات دي عمليات، لان هو فعلا اعوجاج قوي جدا، يعني مش بالزبط. هينفع ده علاج طبيعي طبعا. لا ده مثلا برضو نفس الكلام. دي كانت واحده بنت 15 سنه وما كانتش عارفه تمشي وابتدت تقع وهي ماشيه، وكان برضو عندها عيب خلقي في فقره متكونه شكلها غلط. برضو عملنا لها عمليه، شلنا الفقره وركبنا شرايح ومسامير وبعد كده بيبان ان العمود الفقري في الاشعاعات ابتدى يتعدل، وحتى مشيتها بتتعدل والضغط اللي على النخاع. طبعا لازم. هو احنا بنبقى عارفين ان اكيد العمود مش مستقيم كده واقف مره واحده، في كيرف شويه، هو في نورمال كيرف ولكن مش الكيرفات اللي احنا بنشوفها اللي هي فعلا ده اعوجاج. بس الحالات يا دكتور اكتر اللي هي البسيطه ولا الاعوجاج اللي هو القوي ده اللي احنا هو في كل حاجه يعني ده يعني مفيش نسب موجود. اكتر اسمع ان الشباب بيبقوا طبيعيين مفيش مشاكل ومره واحده يبتدي يعني بدون سبب، وبعدين تروح تكشف يقول لا مفيش سبب. في اللي هو الايديوباثيك سكوليوزس ده اللي هو ملوش سبب، ده بيجي في الايدج بتاع الشباب بالظبط، الادوليسنت يعني. ده اللي بتشوفي الزاويه بتاعته قد ايه، وفي يعني في فاكتورز كتيره يعني. بس لازم بتتراي لو الزاويه مش عاليه يعني اقل من 30 لازم تجربي معاه علاج طبيعي وتجربي معاه تمارين سباحه وتجربي معاه يلعب عقله وحاجات. ده دور الدكتور، ولكن دور اللي يظهر عليه كده بسرعه لازم يجري طبعا على الدكتور المتخصص في ده طبعا. تخصص ايه بالظبط؟ عشان ناس بتبقى مشتته ما بين دكتور العظام ما بين دكتور العلاج الطبيعي. في ناس اصلا ممكن تروح لدكتور علاج طبيعي كده من غير حتى ما في طبعا. وفي اللي بيتوجه لاي حد، وفي يعني هو مين لي يعني جراح عظام بس يكون تخصص عمود فقري مش اي عظام، او جراح مخ واعصاب بس برضه يكون حد جراح مخ واعصاب بيشتغل عمليات. المهم ان هم جراح المخ والاعصاب عموما للحاله ان هي توصل للاعوجاج، لان ممكن الموضوع يتحل بعلاج طبيعي يعني. طيب بالزبط. عايزين نتكلم عن اورام العمود الفقري، هل في يعني نوع معين من الاورام؟ ايه انواع الاورام؟ في اماكن معينه في العمود الفقري هي دي المتسلط عليها الضوء الفتره دي؟
لا هو العمود الفقري اي ورم ممكن يطلع من اي مكان فيه، اه من اول بقى ما يطلع من العظم بتاع الفقرات، من اول ان هو يطلع من قلب النخاع الشوكي نفسه، من قلب انه يطلع من الغشاء النخاع الشوكي. في اورام حميده، في اورام مش حميده. اخطرهم طيب اللي مش حميد، وفي مثلا اورام مثلا في مكان تاني في جسم البني ادم اه وتبعت ثانويات على العمود الفقري. لا يعني قصدي حضرتك بتقول في اورام في العمود الشوكي يعني جوه في القناة المكان الشوكية اه في يعني. جوه القناة الشوكية، فدي بتبقى خطر اكتر لما يكون من العمود يعني ولا لو كله الحمد الورم، لله يعني لو بيتحل؟ نفترض لو مثلا ما فيش حاجة معينة، بس لو ورم مثلا طالع من قلب العظم والعظم مثلا حصل ان العظم اتكسر او واتيفر يعني، وابتدى يضغط على النخاع الشوكي هيعمل العين شلل او اه هيضعف المشي. لو الورم مثلا طالع من قلب الغشاء النخاع الشوكي وبيكبر مع الوقت يبدأ يعمل للعين تقل في المشي. لو الورم طالع من قلب النخاع الشوكي نفسه بيبدأ برضو يعمل اعراض زي كده. فكل حاجة يعني ملهاش حاجة معينة. طيب كنا بندردش مع بعض قبل الفقرة وقلت لي ميري في ناس كتيرة قوي جات لي كانت عندها أورام بتتسبب في قلة حركة في القدر الله حاجات تانية، والحمد لله بعد العملية الموضوع اتحل. أورام كانت ايه دكتور؟ عايزاك تشرح لي كام حالة مثلا، عايزين نعرف الناس الحالات بتكون عاملة ازاي وبعد العملية بتبقى ازاي. يعني مثلا في كذا، يعني مثلا ولد صغير كان عنده مشاكل في المشي بسيطة، مشاكل في البول، ابتدى يروح لدكتور أطفال، بعته لحد في الآخر دكتور مخ وأعصاب، عمل له أشعة طلع عنده في ورم جوه قلب القناة الشوكية في الفقرات القطنية. طبعا ده عشان بيبدأ يضغط على الأعصاب، فكل ما يبدأ في ضغط على الأعصاب كل ما يبدأ يعني الورم كان زي عامل له ده تبول لا إرادي. ابتدى يبقى في عنده عدم تحكم. يعني بص حضرتك حجم الورم قد فقرتين، يعني الولد كان عنده 6 سنين هو الورم اللي هو في المكان تحت الأبيض اللي هو ده اللي اللي هو واخد بالطول ده ده اللي بالصبغة اه يعني، ده اللي هي الجزء الصغير ده اللي لونه جراي ده هو مش صغير بس يعني اه يعني قصدي اوكي عشان نفهم المشاهد فين الورم اه هو ده هو قد طول فقرتين وحجمه مش صغير، واخد كل القناة الشوكية وضغط على كل الأعصاب يعني. ف بيسبب ايه الورم ده ده؟ مثلا بعد العملية دخلنا اه عملنا العملية وشلنا مش زي ما موجود حضرتك شايفة الحمد انه لله اتشال خالص والولد اتحسن يعني. فهي الموضوع بيبدأ مثلا بوجع، بعدين تقل في المشي، بعدين ممكن رجله انت ضعف في قلت لي عضلات، تبول لا ارادي ممكن يحصل اللي كان تبول للطفل وما كانوش عارفين عنده ايه، وكان يعني مش بيشتكي من وجع في ظهره يعني ابتدى وجع بسيط زي اي طفل اه، ممكن يشتكي فممكن بوجع. اه احنا برضو لازم يعني يبقى عندنا ثقافة الأعراض، لأن مش بالظبط أي عرض هتوجع عقبال ما الف الورم ممكن يكبر، صح. فلازم يبقى عندي وفي ثقافة. حالات بتيجي متأخر يعني، الناس بتيجي متأخر قوي بعد ما يكون حصل اوريدي مشاكل. طب ايه تاني يعني لو أورام في العمود الفقري ممكن تتسبب مثلا في شلل حضرتك قلت؟ ممكن تتسبب في طبعا طب ممكن لو حد عنده شلل يعني بعد العملية الموضوع يعني يرجع يمشي؟ بصي ده بيعتمد على الوقت اللي عمل، يعني كل ما العملية بتتعمل بدري. يعني لو واحد مثلا حصل مشكلة في فقرة وورم وضغط على النخاع الشوكي، لو اتعمل في خلال يعني ساعات ايام قليله ده بيجيب نتائج حلو، لكن ما يجيش مثلا بعد 2 3 شهر وهي يعني اه بتبقى اوريدي الانسجه العصبيه ما بتستحملش ضغط عليها فتره طويله. يعني اول ما احس بالاعراض يعني يجي تعتبر بسرعه، حالات لان طوارئ السرعه مطلوبه في يعني نسبه نجاح العمليه. في يعني كل ما العمليه تعمل بدري كل ما نجاحها احسن. معانا حالات تانية اه اهي ده دكتور. نفس الكلام، ده كان راجل عنده حاجه و60 سنه اوكي وعنده برضو ورم بس جوه القناه الشوكيه في رقبته بقى، فالرقبه بيأثر على الايدين والرجلين، ده مش كان الورم جوه الرقبة جوه الف... جوه ال... جوه فقرات الرقبة جوه القناه العنقية. الشوكيه في القناه العنقيه. ده بعد العمليه بعد ما الورم اتشال، فبين حتى ان النخاع الشوكي يعني عامل زي حجمه رفيع جدا من كتر ما كان مضغوط عليه. اه انا فالعمليات دي شايفاه طبعا فعلا. مع التكنولوجيا ومع تطور الميكروسكوب والالات وان في وانت طول ما انت شغاله بتراقبي الاعصاب بحيث تبقي واخده بالك بتاخدي احسن يعني نتائج. الأجهزة فيها سنسور ان انت ما تجيش ناحية الأعصاب عشان يعني في الحته العملية دي ستوب، يعني هنا ستوب، هنا خلي بالك حلو يعني. قوي ده بيحافظ على ان المريض ما يضرش من العملية بالظبط ولكن يستفيد منها. بالظبط. معانا حالة كمان وعايزة أسألك طبعا سؤال مهم جدا، كل العمليات دي الناس كانت بتتخوف منها زمان عشان بيبقى فتح الظهر كله، دلوقتي كل ممكن اعمل اي عملية فيهم بالمنظار؟ يعني منظر يعني فيه بس مش للدرجة. الميكروسكوب طبعا هو اه الأفضل اوكي لأن لازم تفتح وتبين الورم كله يعني بره. يعني فيه طبعا مناظير بيتعمل، فيه سنترز كبيرة للحاجات اه دي، احنا هنا اون جوينج يعني بدينا يعني نعمل حاجات زي طب كده، حلو اي ممكن بس نشرح ستيل يعني اه ده
عنده ورم عند اخر القناه الشوكيه العنقيه من فوق، وفي نفس الوقت عند جذع المخ، يعني لو حضرتك شايفاه فوق ده جذع المخ، ده قبل ما يعمل عمليه. طبعا عمليه زي دي كبيره جدا، نسبه المضاعفات فيها عاليه قوي لو ما اتعملتش بتكنولوجيا عالي ومعاك حاجات تراقب. ده مثلا بعد العمليه لو حضرتك تاخدي بالك ان الجزء ده يعني اللي باقي من جذع المخ حاجه رفيعه قوي، والعيان طالع كان كويس جدا ومش على جهاز تنفس صناعي ولا على اي حاجه. الحمد لله كل عملياتك بصراحه يا دكتور ناجحه، وانت مكسر الدنيا، وبصراحه ما بتقعدش، ده اللي انا عارفاه وسامعاه ما بين مصر، ما بين سوري القاهره واسكندريه. شكرا ايه رايك نطمن على المريض ونطمنه اكتر، العمليات دي بتاخد قد ايه؟ لان انا عارفه برضو في ناس بتجي لك من بره مصر، يعني اسمك مشهور جزيلا. لان انت يا دكتور بصراحه جبت لنا حاجات كتير قوي من بره، يعني الدكتور بيبقى دارس بره اكتر، حتى الثقافه هي مش موضوع العلم اكتر من الثقافه، الثقافه طرق العمليه اكيد بيبقى فيه تميز، طبعا عندك طرق جديده، تكنيك معين بتمشي بيه، فده بيساعد على نجاح العمليه اكتر. هما بره عندهم التطور سريع، يعني كل 6 شهور سنه تلاقي حاجه جديده، يعني لازم لازم في جديد. العمليات دي طبعا لازم تتعمل كويس وبتاخد وقت. اوكي. يعني عمليات زي دي ما فيهاش اي استعجال خالص. ممكن العمليه تقعد ساعتين ثلاثه، ممكن تقعد 7 8 ساعات. الديبندز انت لازم تبقى ماشي واحده واحده، والورم يتشال على قد ما تقدر طبعا كله، يبقى من غير ما ياثر على المريض. اه بالظبط. يعني العمليه تستغرق 7 ساعات، مش كلهم مش 7 كله. في حاجه ساعتين، في 3، في 4. حلو قوي. مفيش فيكس على حسب اكيد الحجم الورم ومكانه وصعوبته وال يعني هو التايم فاكتور ما بنحطوش كعامل اساسي في العمليه، هو المهم النتيجه بتاعه العمليه مش طيب الوقت. هنكمل السؤال اكتر ونقول بعد العمليه بيقعد قد ايه؟ في ناس بتسال برضو، في ناس بعتت لي بجد انا من بره مصر عايز تسال، هل انا احجز قد ايه هنا بعد العمليه مثلا؟ بيكون بيتحرك بعد قد ايه؟ هو بيتحرك بعد العمليه ب6 ساعات، يعني المفروض بس يعني او بعد العمليه على طول، يعني المفروض يمارس حياته سوري بطريقه يعني طبيعيه زي اي واحد عمل عمليه، لازم هيقعد له مثلا اسبوع 2 3 لحد ما يفك الغرز، يعني بس زي اللي بيعمل غضروف، يعني نفس الفكره. اوكي. لو هو كان بيمشي هيقدر يمشي على طول. لو هو كان عنده المشي ضعيف يعمل علاج طبيعي، ممكن ياخد له شهور ويتحسن ويرجع يمشي زي الاول، او اتليست مش هيسوق. السؤال التقليدي قبل ما اختم فقرتنا، هل الناس اللي بيجي لها اورام في العمود الفقري بعد كام العمليه في نسب بترجع تاني؟ ده وارد. طبعا. طبعا ممكن. يعني لو ورم حميد من الدرجه الاولى ممكن ما يرجعش، وممكن يرجع بعد سنين. أوكي. لو ورم خبيث بيبقى معروف انه يعني ممكن يرجع على طول على حسب الجينات. ولو ورم جاي من مكان تاني، يعني مثلا من الكبد، من الرئه، من اي مكان، وراح على العمود الفقري، يبقى معروف ان العمليه دي لو العيان مثلا ما عادش بيمشي، بيبقى معروف ان العمليه دي بتتعمل علشان بس حاجه اسمها بالياتيف، يعني ان انت تقللي الضغط على النخاع الشوكي عشان المريض ده يفضل عايش الفترة اللي هو يعني فيها، على الأقل يقدر يرجع يمشي تاني أو ما يفضلش قاعد في السرير. يعني في نهاية فقرتنا أنا بشكرك على المعلومات المهمة دي. شكرا جزيلا. ودايما تكون يعني نسبة أمل لناس كتيرة قوي، وزي ما الناس بتشكر فيك يا دكتور أنت مصدر ثقة لناس كتيرة قوي خفت على أيديك. شكرا جزيلا. بنشكر دكتور باهر مدحت لبيب، دكتورة جراحات ومناظير المخ والأعصاب والعمود الفقري والجراحات الميكروسكوبية ومناظير الأعصاب الطرفية، كلية الطب جامعة الإسكندرية. وأنا كمان بشكركم، خليكم دايما مع فقرات جديدة مع أنا والطبيب.